امبارح أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة أنه هيتم طرح شنط رمضان بأسعار مخفضة بتتراوح ما بين 20-25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق. كل المنتجات من إنتاج السنة دي وبجودة عالية زي ما بتأكد الوزارة، كمان هيتم طرحها من خلال مئات المنافذ في كل محافظة. ومن ناحية تانية كمان أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر إن شاء الله مش هتواجه أي أزمات تموينية في شهر رمضان، وقال كمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تعليمات واضحة بتوفير كل الاحتياجات والسلع الاستهلاكية وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين. برضو زي ما احنا دايما في صباح الورد بنشدد على الرقابة عشان ما فيش ناس تستغل الأسعار دي وتبتدي تعطش السوق وتشتري البضاعة دي وتبتدي تخزنها وتعمل أزمة عند الناس. ومن ناحية تانية برضو احنا بنشتري احتياجاتنا من رمضان نشتري على قدنا، مش لازم ان احنا نجيب كميات كبيرة جدا فوق ما احنا محتاجين. بصي الفكرة مش ان انت تجيبي كميات كبيرة، هو ده صعب انك تجيبي كميات كبيرة في ظل ان الأسعار غالية. وبعدين هنا كلام وزارة التموين بيتكلموا عن توافر السلع، طب متوفره مفيش مشكله، بس بكام هتبقى متوفره بكام؟ تمام اليميش موجود، الحاجه كله موجود، بس الاسعار كام؟ هو ده بقى هنا، يعني هنا الفيصل. زي ما مها بتقول ان احنا مش عايزين ناس تشتري كتير، هو الناس مش هتقدر تشتري كتير لان ابسط السلع سعرها بقى عالي جدا. فاعتقد رمضان السنه دي فعلا هيكون مختلف عن كل سنه، مش هنقدر نشتري اكتر من احتياجاتنا الحقيقيه. بتهيألي ظاهره الولايم والعزومات اللي كنا معتادين عليها وكان واحد من المظاهر الاجتماعية المميزة لشهر رمضان، أعتقد السنة دي مش هتكون موجودة زي كل سنة. تفتكري؟ ما أعتقدش المصريين ما يقدروش يستغنوا عن اللمة، والست المصرية بتعرف تتصرف. هتبقى بقى بأقل التكاليف وبأقل الإمكانيات ممكن. بس خدي بالك برضو، ما هو اللي كان بيحصل قبل كده ما كانش صح، يعني كثقافة استهلاك ما كانش صح إن إحنا نقعد نجيب حاجات كتير جدا 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 ونخزنها وفي الآخر بتترمي تقريبا من كتر ما هي. خلاص إحنا خلينا بقى نجرب الصح السنة دي، هنجربه اعمل الصح لو ده صح هنجربه خلاص مضطرين.